هم أطفال صنعوا من الضعف قوة. عيبهم الوحيد أنهم لا يسمعون، لكنهم يتمتعون بالكثير من المواهب والقدرات والطاقات الإبداعية. جاءوا اليوم إلى معرض صفاقس الدولي بأحلى وأجمل ما صنعت أيديهم، ليحققوا الأمل الذي طال غيابه وقد رحلت عن الحياة أجيال من الصم أعياهم الانتظار. خدمنا مزهرية الربيع العربي اللي طولها 3 أمتار وعرضها 1.30 متر. هذه المزهرية قاموا بصنعها أبنائنا الصم، نشطها الأستاذ منصور طقطق اللي هو معروف عنده العديد من الأعمال الفنية داخل مدينة صفاقس، وحاليا معروضة هي المزهرية به المعرض. بصراحة يعني كيف نقول معناتها على الصم هذوما، يعني أنهم ذوي احتياجات خصوصية، يعني في بعض الأوقات نقولوا كان راجعوا أنفسنا شوية، خاطر حتى على مستوى التواصل هما بين بعضهم احنا نلقاو مشكله كي نخرجوا لبرا مثلا باش نتواصلوا مع واحد عنده لغه اخرى، بينما هما ما شاء الله بلغه الاشاره يتعاملوا مع اي انسان في العالم، فهمتني؟ يعني هذاك علاش ساعات تقول لك احنا نحسوا بالنقص تجاههم، هما مش هما معناتها عندهم النقص. تغيراتنا عندهم، تفكيرهم عندهم، شخصيتهم عندهم، بسم الله ما شاء الله. مش شكر لك انا في بناتي وفي الصغيرات الكل اللي معانا، صغيرات الجمعيه تو تمشيو تو تشوفوهم، بسم الله ما شاء الله ما نقصهم حتى شيء، نقصهم بركه التواصل ولا غير التواصل. لا يسمعون ولا يتكلمون، ألا يكفيهم صمت اللسان؟ ألا يكفيهم من الصم ما مضى ولم ترى منهم قد تعلم وارتقى؟ بهذه الحرقة عبر أهالي هؤلاء الأطفال الذين يتمنون إدماج صغارهم والعناية بهم كأفراد مجتمع يعيشون في وطن واحد، لغته واحدة وثقافته واحدة. بالنسبة لليسر، عندي بنتي اليسر تاو تبارك الله سنة 7 تحولت سنة 8، لقيت الصعوبات. الأول حاجة صعوبة الإدماج، معناتها ما ثماش هيك المتابعة الحينية والوقتية اللي يلزمها تتوفر مع التلميذ من في جميع المؤسسات في جميع المستويات، ما ثماش هيك التسلسل، ما ثماش هيك المتابعة المستمرة، هذيا محرومين منها. تشوف أنت النقائص، يمكن النقائص موجودة كي تلخصها تلقاها أساسا ماديا. الإطار التربوي اللي يلزم يقوم بالواجب هذيا وبالمسؤولية هذا تنجم تقول معناتها قليل ياسر. اليوم أصبحنا نشغل، صحيح ناس تجتهد اللي موجودين، لكن اجتهاداتهم كما قلت لك تقعد وقت اللي ما ثماش إرشاد وما ثماش تفقد ما نصلوش للحل. وكيف كيف على مستوى التعليم العالي ما عندناش معلمين معناها اختصاصهم صم، المعهد العالي للتربية المختصة ما ثماش ناس تتخرج اختصاصهم صم. هذا يلزم ننظروا فيه بجدية، ويلزم معناها تصير جدولة كاملة للبرامج بالنسبة للطلبة حتى اللي تخرجوا، يلزم يكون عنده اختصاص باش ينجم يقري الطفل الأصم. مش سهل معناها، ما هوش تلميذ عادي. كيف بالنسبة للإدماج المدرسي عندنا صعوبات مع وزارة التربية، التلامذة المدمجين ما يحضروا لهم حتى شيء، لا على مستوى التكوين على مستوى التجهيزات. الولي هو اللي قاعد حاسس بهالمشاكل هذه، ونسبة صغيرة اللي قاعدة توصل معناها حتى على مستوى النجاحات. والولي هو اللي لازم واقف، صحيح الجمعية راهي قاعدة تساعد، ولكن إذا كان الولي مش واقف مع صغيره ما نجمش يوصل معناها للأهداف اللي حاجته بها. يلزمنا نفكروا في الصغيرات هذوما، نعملوا لهم برنامج يلبي حاجاتهم، يحترم خصوصياتهم. وزارة التربية خاصة، وزارة التربية يلزمها تكون على الأقل حاسة بكون ثم فئة من هالصغيرات اللي هي محتاجة المعلم، محتاجة البرنامج وطني، برنامج اللي يلبي لهم طموحاتهم اللي يمشي يتماشى مع إعاقتهم. أبناء لأفراد مجتمع واحد يبنون لغتهم الإشارية من معاني كلام لغتنا، لغة أهلهم ومجتمعهم السامع الناطقي. واليوم هم وبهذه اللغة يقولون تعالوا نجتمع على كلمة سواء، تعالوا نترك الأمر لرب الأرض والسماء ولنكون في الآخر سواء. استعمل يا ماري دول. شنو تصور يا ماري؟ دول طلب 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 هذي طلب 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 هذي. أطفال أعطوا للحياة معنى بأحلامهم المتواضعة وأمالهم الكبيرة، فجسدوا أعمالهم ونجاحاتهم، فافتخر الآباء والأمهات بهم، فكانوا قدوة لبعض العاجزين.